صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قرار رقم 18 لسنه 2016 بتعيين مدير في وزاره شؤون مجلسي الشورى والنواب. وجاء في القرار انه يعين السيد خليل عبد الرسول حسن بوشيري مديرا لاداره البحوث والدراسات القانونيه في وزاره شؤون مجلسي الشورى والنواب، كما صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر. قرار الرقم 19 لسنة 2016 بنقل مدير إلى هيئة الكهرباء والماء جاء فيه أنه تنقل السيد نوال جمع جعفر المنديل مديرة إدارة تقييم الوظائف في ديوان الخدمة المدنية لتكون مديرا لإدارة الموارد المالية والخدمات في هيئة الكهرباء والماء